والله يا جماعة أنا مليت خلاص، هذه المحاولة الأخيرة. أنا ما أبغى أوصل للمكان هذا، أوكي؟ هذه المنارة، لا هذه الدائرة اللي على اليسار اللي فيها 3 رؤوس، عجزت أوصل له، ما أدري كيف، فبحاول. وين الموتور؟ أنا صراحة ماني شايف أي طريقة ثانية تدخل العقل فيها. فخلونا نشوف، أتمنى أن الكلام يطلع صح. الموتر هنا، أخيرا هنت. We should visit the last fort. Turn the water on. يا رجل أنا أبغاه أبغاه من أول، بس أبغى هنت يا رجل. أعطونا، أيوة أعطونا سهم، أعطونا شيء كذا. أنا أتوقع إنه هو المكان اللي أنا قلته، لأن ما في مكان ثاني بالعقل. أنا حاولت يا رجل، يا رجل أنا حاولت، والله أنا حاولت لما خلاص. يلا مو مشكلة، يعني ما في ألعاب، يعني لازم أنت تشغل عقلك. بس أنا أبغى أشوف في النهاية في الخريطة هل هو نفس المكان اللي أنا قعدت أحاول إني أروح له ولا لا. بس هذا اللي يهمني. ما يمدي ما يمدي ما يمدي ما إلا من فوق. الله كثر خيره الموتر ذا. أتوقع من هنا في طريق. يا رجل أنا بموت أدور على الهنت، ماني بقادر. والله ما يمدينا نرجع، ما أتوقع من هنا. لا معقول نمشي عكس التيار كذا؟ وين قال اينشتاين؟ شكله هذا وهذا، بس هذا المدخل. بس ابغى اتاكد الحين هل هو ولا لا. الله شكله ما هو هو ولا شيء. وين السهم الاحمر اصلا؟ والله يا رجال انا ما صدقت على الله. لسه بتفلسف. والله ما صدقت على الله اني بطلع. طلعت كذا بس بالواسطة. اه شكله من هنا والله. نوت يات. خلنا نشوف كم واحد فيه. اثنين. هذا واحد. هذا الثاني. في الثالث هناك. كم بعد فيه؟ في أحد؟ خلنا نشوف نحدد الأهداف أول عشان نعرف احنا جالسين نواجه مين. نجي الصوتات بعدين نقول أوه قتلوني. في أحد هنا؟ ما انا شايف احد. او ماي جاد او ماي جاد هذا بيشوفني. والله كنت على وشك اني انقفل، بس كويس انه ما شافني. لا 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 فوق فوق فوق. كم اون كلوي. انا الى الان شفت 3. في احد بعد؟ والله بمجرد اني ارقى هنا على طول هذا بيصيدني. هذا صايدني صايدني لا محالة. والله ودي اسويها وخلاص، بلا فلسفة بلا ضياع وقت. معقول يمدينا ننط عليه ذا؟
ما شافني ما شافني ذا المنقوش، ابغى انط عليه واخنقه او اجيه من ورا كذا واخلص عليه. انا شفت ثلاثة الان، في واحد تحت ملقوف، هل في احد ثاني؟ او شيت شيت شيت، والله فوق واجدين والله. لا لا خلونا في السليم والله، هذا ابغى نط عليه والله، او هذا بعد اثنينهم. بس حركة واحدة ترى الان هنا وار زون على طول، نو كيدنج يعني. هذا راح اوكي، ثاني وينه؟ كذا ابغى، اوه شي 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 بدات والله، صارت ولعت والله، ولعت ولعت. انا كنت متوقع ترى عشان في البدايه والله، بس يلا ما عليه. الله ما تقدرون علينا والله، ما تقدرون علينا. في واحد فوق، في واحد فوق. جنيت سنايبر سنايبر up ahead up ahead. شيلنا السنايبر الظاهر، ابغى اشيل السنايبر انا. come on come on move it. في سنايبر كان هنا، وينه؟ they went back there. سليمك هانا فينك؟ او ماي جاد او ماي جاد، والله ما في وقت للتكتيك، ادخل بهمجنا زي ما هم داخلين، والله نكذب. هذا الاخير باقي، والله سلاحي خلص، والله سلاح هذا اوتوماتيك، والله ابغى الاوتوماتيك هذا. الايمو عنده والله، معقولة هذا؟ هذا السنايبر؟ ايوه هلو هلو هلو. خلصوا. think that's a lot of them. you all right? fine. نبغى جرنيد، نبغى شيء. see I'm thinking about how it could have gone worse. much more positive outlook. طب ما يمدي ناخذ يعني واحدة سنايبر واحدة رشاشة هذه ولا؟ خلونا على الالي افضل. هذا وش هو؟ don't know. seen a few of them around. تجي والله انا شفت واحده فوق بس ما حبيت اني اجيه لان في واحد ملقوف كان بيجي بيقتلني. اقولها يعني، اقولها وانا صادق. اي والله اقولها وانا صادق. ها شفت هنا واحدة بعد، هذا هذا ايه. come on give us a hint a second hint. والله شكلي بموت اذا جيت من هنا، اتوقع يعني. لا في طريقة يعني، شيل شيل ما في اللي هنا والله. okay that's not it. no this what's the trick here. what طيرة. yeah I just wanted you to have a go at something. وش اللي انفتح؟ انفتح شيء ولا كذا بس؟ خمسة
اتوقع الان اللي كنا نشوفها قبل شوي. ايوه هذه الاشياء ممكن تحركها. That's a good sound. One of the spokes on the wheel just turned around. انا شفت الاثنين اللي انا اتوقع الخمسه لازم تدور عليهم تضغط عليهم بعدين تنفتح معك البوابه ممكن. خلنا نشوف اذا يمدي يعني ما عندنا شيء ثاني نسوي. افترض انك تكون حافظ وذكي يعني في واحدة كانت هنا اظنها ولا الجهة الثانية. لا كمان ناوجة هذا السنايبر اللي كان مزعجاه لنا. وين موترنا فيه؟ انا اذكر اخر مرة يمجينا من عند الموتر ورقينا المكان ذا كان فيه هذا الشلال. لا ما هو ياهو هذا الاول. هذا الاول. طيب لا لا هذه هذه الثانية الثانية هذا ما له داعي والله بالقوة لقيتها. This is it. Second gear. Second gear ده. One piece ده. أنا أشوف لوفي. الله يا لوفي. خطيرة والله. الساد كيك بدت والله تشتغل شوي تساعد اشياء كذا. اوكي نابه نابه باقي اثنين ترى لسه موضوعنا ما خلص. اتوقع اغلبها فوق ترى ما هنا. ما في شيء هنا؟ لا هنا ما في شيء. شكل النديم بتاخذ الخامسة ترى. بس انا لازم نطلع الرابع وينه. الرابع وينه ذاك اللي يوم كان في ايوه هنا كان في واحد بس انا ما ضغط عليه واصلا ما كان يمديني اضغط عليه. الحين ما ادري وين فيه. هذا هو هذا هو حق واحد. وان ليفت هذيك والله اللي فوق ولا هي خذتها النجين هو نوز. تحت ممكن نلقاها او شيء. كم اون ناو الله يا اهي لحسة مخ. ما اتوقع هنا لا. ما اتوقع هنا لا. ممكن هذا الباب اللي بينفتح اذا انا اذكرها اذكرها اول ما جيت قال لك اني بيحدد الاهداف. شفت شيء هذا هو. Last but not least. That should do it. Okay. Okay. Back to the big wheel thing. والله وين big wheel? Whatever the archaeological term for it is. Big wheel thing works.
Not a big deal. تروحين قبلي. اوكي. You did it. God damn right I did. Oh come on. Looks like we're going under. Radio. شكله بطيح والله. والله الخوفين البوج على طول. Oh my god. هذا المرة وشو؟ One trident coming up. Oh, what the hell? That's not fair. والله not fair at all. اوه معقول حليناها بهالسهولة؟ اوكي شوين؟ ترى هو انا عرفت هذه اللي تجيك زي الشوكه اللي تكون بيد الشيطان في المسلسلات ايوه هذا الاله حقهم طبعا اللي شكله اللي في الهند الهيل ذا كنش اوه والله طلعت طيبة هذه نجين شخصيتها كانت وصفة بس شكلها بعد ما شافت الانقلابات هذه تلعب شو اوه Why are you so keen to get Shoreline back? Seriously? Mm. My partner turns my own men against me. My lieutenant makes off with a bounty. Nathan and Samuel Drake get off scot-free and you're asking why I want Shoreline back. Yeah. It was on my watch. I lost it on my watch. Hmm. All right, what the hell is that thing you keep playing with? It's my stress toy. It showed up in the mail a few weeks after we got to Australia. All right, we better get a move on. We don't want a Sarv to get ahead of us. Sure thing. Sarv. So, you've updated the map. خلنا نشوف الطعم معنا. الباب هذا ينفتح ما ينفتح. صراحة الديتيلز اللي يحطونه في الالعاب هذه هذا شيء صراحة مرة يشوق يعني. هل بينا نطلع من هنا ولا لا؟ اوكي. خش هنا. شكلي بنحشر شكلي بنحشر اوكي ثانك جاد اوه ماي جاد رايت alright let's find a way out last one back to the car buys dinner I brought MREs you're no fun اوكي فصراحة يعني المعلومات احب التفاصيل الصغيرة هذه الدقيقة اللي تكون ما يخلوني اكمل كلامي بعد. Brothers, where are you? Where are you? What's up? Your sweep. Ross and Fraser might still be here. Oh my god. Saw them, saw them, saw them. Please, please, no! It's not fair, it's not fair! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god!
هذول والله عاد بموت 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 My God! Oh my God! Give me a chance, for God's sake! كنت أبغى أحدد أهدافهم بس أنا أقول ناخذ سلاح قوي بس ما يمدينا ناخذ السنايبر والله ناخذ السنايبر أنا تمنيت لو يمدينا على السلاح الثاني آخذه يعني واحدة سنايبر واحدة كذا بس ما يمديك والله ما يمديك يلا اللي يصير يصير ما علينا ناخذ السنايبر بعدين او نرجع يعني هم اصلا مو مخليني طبعا ما خليتوني ما خليتوني بعد السنايبر الوصف والله cannot be oh my god اللعبة هذه السنايبر انا بروح بجيب السنايبر والموضوع انتهى بس لا 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 تقول لي اقول لك لا 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 اوه 10 only والله that's not fair اتوقع كل اللي احتاجه ب 10 بس اول شيء خلونا نحدد الاهداف افضل طريقه هذا اول واحد هاي في سنايبر ووو ووو كيف الشغل في المغول ها انت على مرتين يعني انت في راسك صح انت تبغى في راسك انت I'm the winner here رقم واحد نبغى السلاح اللي معي ذا الوصف الشوت جان For real this time You handed yourself on All things considered What things are those? No real combat training Slightly impulsive Run around the field like a maniac Need to learn what short controlled burst means Right And last Wearing red in a jungle combat scenario I mean seriously Who cares what I'm wearing? والله موتي اللي صار اصعب من اللي وصل له اول يوم انه شور لاين اوه بس كلوز ون هذا طيح وموت يعني اول يوم جاء الانفورسمنت موتي كان اقرب الان ما ادري وين راح ستيل انا شايفه يعني ناخذ لنا شيء من هنا اذا في شيء ناخذ لنا سلاح بدل الشوت جان اوه هذه قوية مرة اتوقع ان ما نحتاجها بس يلا سو
صبع الموتر راي النجين اذا قال عاري هي هاي if you want to look anywhere else out there now's the time to do it right up there where you mean ترى جينا هذه كذا على البركه يعني يفترض تعطونا هنت ثاني shall we copy that let's get out of here look for what it's worth it's your kick-ass reputation plus I figured you could use the money you're not wrong منطيح. honestly though It's actually nice working with a woman for a change. Too rot. Not many of us out here. This one arms dealer demanded to speak to the man in charge, then tried backing out when I informed him I was running the show. What did you do? Broke both his legs. You're not kidding. Just trying to level the playing field. Oh, don't cross Ross. I should put that one on my business card. Can't you just walk away? Be done with Shoreline? I was born into it. I don't have a choice. Oh, there's always a choice. Up there where, يا نجين؟ يوم قلتي up there where؟ لأن يا بعد قلبي ماني بشايف شيء برضو. نرجع نفس المكان. طيب لا ما نبغى نطيح هنا. But how? Just how? Somebody tell us, please. Hint, hint. أعطونا hint يا جماعة الخير. نفس المكان. Coming. You bet. آه ما أتوقع ننزل الموتر لأن تونا راكبين الموتر ما في. في منارة هناك. معقولة هي؟ والله سواكي مرة سيئة مشكلة الطريق والله ما يساعد يعني هذه ما هي منارة هذه اجراس بس معقولة لو ضربتها بالرشاش تسوي شيء أيوة واحد يطلع لي في صوت بتكون مع هذولا هم كم أصلا أربعة كم يا عيال معقولة بس كذا ناطر على حسب الموضوع في شيء في تحدي بس طلع ما في شيء اصلا نبغى الزبد نبغى الزبد احنا وين ماشي احنا ماشيين وين يا جماعه عشان نعرف بس هذا المكان الاحمر وشو والله اموت واجي انا وين والناس وين هذا الاحمر ختمنا ثلاثة منارات المنارة الرابعة ها
هنا ولا لا؟ والله ما حد يعرف. شكل الموضوع استكشافات بس، تروح تفتح في كل مكان معين في شيء معين. والله في هنا 1 2 3 ما في شيء وحش. اتوقع ما في شيء، انا بس ملحوظ شوي. صلح فيها قافة وانا ما عندي وين. مكان جديد هذا ولا قد جينا ولا وش؟ والله اظن جينا هذا المكان، والله جينا المكان ذا. اي والله جينا. والله انا مالي دخل الا بروح المكان اللي في بالي. اوكي انا عرفت. ما ابغى بانينج، انا ابغى المكان اللي I'm just gonna take a look around. I'll wait here. ما انا وجهك، انا بروح رجلية. هو المكان قريب ترى، انا بروح رجلية افضل، لكن ما بتوجه هنا، بتوجه هنا كذا. انا ناوي المكان ذا. الله لا يعجب شر، بجيه لو يكلفني اللي يكلف. كذا طيب نمشي ولا ما عندي مشكلة، بفتح الخريطة كل شيء، بغث أمكم عادي. مكان أنا بجيبه هذاك فوق شكله. Can see things. معقولة هذا التاور؟
والله ما ابغى اطيح في بير ما له قاع. بتوهق. ممكن لا لفينا شوي كذا يطلع لنا شيء ولا شيء. God help us. Someone. أقوله هذا البرج. لا والله ما هو. هو ولا مو هو؟ طبعا على أساس هي قالت لو تبغين تروحين تشيكين على شيء قصدها ممكن على هنا ولا؟ والله لحسه لحسه. طلع مو بالبرج. من الغبنة والله من الغبنة. بس ما ابغى الفيكل. انا الفيكل ما راح يفيدني. انا ابغى زبدة الموضوع. والله ابغى الزبد. ابغى المكان اللي بروح له هنا. وينه؟ والله الجزء اللي قبله كان اسهل. والله هذا ما ادري يا رجل. الله افتح الخريطة كل شيء بعد. الله في الاصوات ذيك اللي في احد جاي. عرفت enemies ahead upcoming enforcements كذا شيء. قلنا تحريات كلب هذه كلها. كان الطريق سالك هنا شوي. لا والله ذهب سالك ولا محزن. انا والله اني متوهم. اقسم بالله اني باين عليه متوهم ترى. لا في شيء ولا شيء. في صوت دبان معقوله في جثه ميته. هين 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 فاينل. Go to the Ganesh relief in the mountain. Where? أكله موتر في إبليس. والله روح مشي أصرف لي. أهم شيء هذا ما يروح السهم. إيه. بنروح مشي. والله خربانة. طفشت أنا. والله طفشت. خربانة يا ابوي. نلف وندور نلف وندور ما نعرف وين نروح. والله كثير يا ابوي. هنا يتوقع ايه. Another hint. نفسه. لا تقول لي بنمشي وادي. لا 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 لا. والله الموتر بعيد. والله تمليت انا ولا نيو هورايزن كذا اصفر على طول تجيني. لا كذا كثير والله. طب ادق على بالله بالسالفون ما يمديني. خليني اشوف يمديني ادق على الدين تجيني. اشوف اجرب. انا غبي يا اخي. ما في شيء صور بس. طب كولينج. طيب البنت هذه
اللي في بداية اللعبة. لا لا والله كثير، والله كثير ما بروح. والله الموتر بعيد. والله مع نفسكم. أقسم بالله مع نفسكم. والله موت نفسي موت غبي وخلي الموتر يجي. والله اسوي جلتش في اللعبة مالي دخل. والله ابوي نكذب. امشي المسافة هذه كلها وليه؟ والله بقتل نفسي انا. والله بقتل نفسي. يلا. يلا ابغى اموت انا. الله قل لي الحياة، قل لي ايش؟ يقول لي روح روح مشي للموتر. لا والله. ما عندي هنا طيب. ابي اسوي ربع اللي ابغى اموت طيب ابغى اموت. طيب دقيقة 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 عشان إذا بنموت ممكن السهم يروح ترى. والله هو ترى نفس المكان اللي أبغى أروح له طلع. والله بس هو أقسم بالله إنه هو شكله. والله إنه هو أقسم بالله يا عيال إنه هو المكان. والله إن المكان طلع هو. أنا أقول في شيء هنا في الدائرة هذه ما في غيرها يا أخوي. صح كيف بالموتر؟ بالموتر والله عجزت اصله. والله بالموتر عجزت اصله. انا قلت بروح رجليه. ما في طريقه للموت. اسهل طريقه للموت اقرب شلال وطيح نفسك، بس ما تلقى شلالات الان سبحان الله. ندين والله ما اروح لها. صح انت روح اقطع طلعت المسافة هذه كلها راح ارجع لها ثاني ليه مقبول انا. يلا موتوني. والله لقيت بموت نفسي بقنبلة بس ما مت بعد. شكل السالفة يشوف. ريستارت تشيك بوينت. والله زبد زبد. امشي ليه؟ والله بهبول انا امشي. والله منه وشو. طيب كيف الحين؟ راح السهم راح. طيب سيده اتحداك تمشي سيده. اتحداك تمشي سيده. اي والله جد 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 ليه ما فكرت فيها من اول؟ وضع قوله يا شيخ. اها وين الحين؟ لا 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 ما 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 نبغى نجيب العيد. دامنا وصلنا الى الان وصلنا مكان حلو ما نبغى نفرط فيه. يا هذا وشو؟ كان شيء في شيء هنا صح؟ يلا من موضوعنا. I'm gonna take a look around. ما في شيء. نجي نسلطة. خلنا نشوف الماب ما عندنا غيره. يا زبدة كان في هذيك الرقة بدون متى ما يمديك. ما كان يمديك ترقى المكان ترى. شكله من هنا والله. اقول هذا المكان ما بدك ترجع بالموتر هذا الا كعب. ايوه 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 هذا القريش. حلو 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 حلو. اوكي باك اون تراك. بعد اكثر من نصف ساعة يا رجل قعدت احوس وادور بس عشان نطلع. شيء مو معقول. اوه والله انا تعبت انا تعبت. Magnificent. Hmm. How
long do you suppose it takes to carve something like this? Years. Wow. Decades, even. The Hoi Salah certainly did have a knack for stonework. And the war, it seems. That too. They must have made these to commemorate their victories against the Persians. Looks like they put up a good fight. They did. Pity it didn't last. But their loss is our gain, right? Yeah. That carving looks familiar. That carving is an exact match for the disc. So what does that mean? I don't know yet. But I'm guessing. لف العترة هذه وخلاص. Give that a try. يعني ما صراحة ما نشوف في شيء ثاني يعني. أتمنى إن ما تنكسر زي اللي قبل شوي. Should we dance? Try not to break it this time. نفس كلامي. لا كويس. What the hell for real? You ready? Yeah. Just always ready. Taking it all in. مكان هنا جاي على كتم. شكله تقفل الباب. هذه دائما حركات الانشارتد. Oh my god. Oh my god for real. Welcome to downtown Halabadoo. The last known resting place, the Tusk of Ganesh. Spectacular. Yeah. Spectacular. What's your habit, Chloe? What? Doesn't it look like there's a dam or something between the two Ganesh statues? Must have been eroded by the falls. So how do we get in? Hang on. Yeah, look at the crown. It's not wear and tear. You're right. Maybe it was a watchtower. Maybe. That's how the Persians got in. I have heard about this place for so long. I can't believe I'm actually looking at it. You should take a picture. Send it to your dad. Great idea. What? You're one of those cultures who can't work a computer? Just take the picture. Show it to him in person then. No, it's a decades too late. Yeah. توقعت. Look, I'm. Oh, God, please, no. It's fine. Shall we head over to Halabadoo? Yeah. Come on. توقعت إن أبوه ميت. طيب. Finally, the fifth chapter, the great battle. شكل هالمعركة قامت هنا بين غنيش والعيال على حسب اساطيرهم طبعا طبعا king should have used their wealth to protect his people and not make such an inviting target. طيب وصلنا للدير اند اتوقع ولا في شيء نوط عليه او شيء او ننزل مثلا ولو نزلنا بالموت ولا وش الله فعلا متنا On the stairs down.
what's left of them anyway. في شيء تحت الظاهر. هذا نجين شكله بتعطيني تلميح او شيء. ممكن why not. في شيء نجين نجين بيبي you wanna talk to me. طيب over here we can swing across. Okay, thanks for the hint. ما بين الشلال ولا وين طيب؟ دقيقة دقيقة دقيقة. I can't see a solid place. Come on now. فوق ولا ايش؟ ولا بالذيك؟ لا come on. ما في مكان. اوكي اوكي لقيته. هذا هو. جود جود جود. والله way up I can't see any. But I'm gonna make one. بسوي واحد. والله بوتات غبية. Look for a way up. For the way up, for the way up, where? اي والله نايس. والله حسبت اني بموت. مشكلة الآن أنا هنا طحت وما يمديني أرجع من جديد. ما أدري لازم من أول نجي ولا إيش. طب كيف أموت الحين وأرجع من جديد ولا إيش؟ طالع في هنا. نايس. وين؟ أنا شايف. هنا ما في شيء، أتوقع الجهة الثانية هنا. أتوقع يعني. والله ما في الا هذا الشيء. ايوه. My apologies. انا عرفت هذا وشو، هذا اليد حق قنيش. اوكي نايس وان. نايس وان ناجي دوغ. Come on, this way. You sure it's safe? You know, you keep asking me that. It'll save us both some time if you just assume it's not. Oh my god! Oh boy! Yeah, that's close. It's definitely not safe, by the way. I saw.
Think you can get back up here? Yeah. Of course. Keep going. I'll catch up. Always the hardest way. نرجع ليدينه المرة لأصابعه. هذا اللي قاله أصابع الندم. Dad jokes. Yeah, I've got you. Come and get me. Just accept my help. Oh. الله من جد. Come on up. But only because you said please. I didn't actually. Thought you said Ganesh was the removal of obstacles. He's more than happy to place him in your way if he thinks you'll benefit. That why the horseman I've chosen power over you? He's also the Lord of Good Fortune, the one you pray to for prosperity and success. Got it. That's cool. طب ننزل الآن ولا وش؟ ما في مكان نرجع. أها. دقيقة دقيقة هذه المرة وين؟ اليد الثانية ما أنا شايف معقولة هنا؟ ما في غير هنا ترى اوه ات واز كلوز هذا الخاتم والله العظيم التفاصيل التفاصيل تفوز They're doing great, China. I'll be doing better when we get to the car. Surprised we haven't seen Asav yet. Not that one would. Oh, he's around. Doubt we'll see him up here. Why's that? He doesn't have the stones to climb with high. Yaho! الخاتم حقه. الخاتم الأخير؟ لا ما يمدي شكل الجهة هذا ما يمدي برضو هذا يسهل تحسه يلحس عقلك بطريقة But till now I'm doing fine يعني ما place we could swing over to the crown. Just a little farther to go. Huh? Oh shit! Thank you. Hurry up and climb. I'm slipping. Well, a slipping goo. مشكلة الحواف هذه وين؟ اللي عندي اكروفوبيا كيف الوضع إذا في الحقيقي؟ والله مشكلة بتطرش. بس والله ممتع يا رجل. شيء جبار. What a view! The breeze. Worth it. Well, worth it. أنا أقولها. So worth it. Now, how do we get off this thing? الله نطة بس. Okay. Easy does it. طب وين؟ الجهة الثانية؟ لا ما اتوقع. هنا هنا هنا. الخاتم هذا. بس فيه هوك ثاني. بس هذه كيف؟ هذه بس هنا وخلاص ولا؟ اتوقع هنا وخلاص. All right.
feels more sturdy up here. Don't jinx us. تحس الموضوع من جد يعني. Is our way in, courtesy of the Persian army. على قدر من اللي يعني في puzzles ممتعة يا رجل. الله ممتع. توقع لازم ننزل من هنا. Wow, nice shot. Persians must have had a trebuchet. Trebuchet? Can't you just say catapult like a normal person? A trebuchet is a type of catapult. It can handle heavier projectiles like this one and fling them longer distances. Right. You learned that in your military training? I looked it up on Wikipedia. Like a normal person. Nice one. Okay. طب نرجع ولا وش؟ آه من هنا. تحت تحت. Incredible. It's our old friends, Parashurama and Ganesh. Friends? Looks like they're fighting. Well, when the Hindu gods aren't off fighting demons, they're sometimes fighting each other. والله المكان deep. I guess it's not really his style. طيب جينا هنا وين؟ let's see what to go. Uh-huh. Okay. برضو نزلة ثانية أتوقع. Did they just carve this whole place out of the mountain? Sure looks like it. Treasure, you know. Can see it. They barricaded the door. Didn't do them much good. Guess they didn't expect the Persians to drop in from above. You'd think after two prior invasions, they'd be prepared for anything. Or they just never thought they'd be defeated. Take a shot. Nice one. Nice one, not bad at all. Photos have been saved to your phone. What has it like? Oh! Wait a moment. Where is the way? Can you spot one? Please. Tell me, I'm interested. ليش طيب؟ ليش أطيح؟ ما في شيء هنا طيب. ما يمدي بعد هنا تسوي شيء. اوكي. معقولة في. لا ما اتوقع. نجيم ماشية بس كذا طيب ساعديني يا نجيم. انت اللي لازم تسوي الشغل كامل. احنا جايبينك كذا. كذا بس الشخص الثاني اللي معك بس كذا هنت نايس
مكان ضيق اكيد ما بتشوفه. Hey, look, armaments. You were right, Nadine. I have my moments. This all Persian? Looks to be a mix of Persian and Hoysala. Now we're getting somewhere. Maybe. Hey, another one of these doors. Now let's see. Oh, good. This one actually works. Ghareeba, ma qalu lna nafs li qabl. Some light. Yeah. There's like a crypt in here. Crypts and burials aren't really a Hindu thing. They generally favor cremation. It's a beautiful ceremony, Antyeshti, Sanskrit for last sacrifice. Sacrifice? The idea is our bodies are merely borrowed vehicles and you're returning it so that others might benefit. It's a lovely sentiment. Too late for these poor bastards. في مكان طلعنا من هنا جوا. Up here. Shit. والله جماجم على كيف كيفك. This was it. Their final stand. Wasn't enough to save their empire. But their loss is our gain. Damn. هذا ما تقول كذا. Here's our way in. Nadine, can you lend a hand with this chap? Sure. Come on, old fella. There we go. Yes. Excuse me. Sorry. Disgusting. Okay. We must be getting close. Hopefully closer than these guys. أتوقع يعني. النار هذا لسه كده. طيب في مكان من هنا. أتوقع في puzzle هنا. This device looks familiar. Okay, okay. Well, that's different. What is all this? If I had a guess, I'd say it's some kind of lock mechanism to open that door. Okay, on the left, we have Shiva gifting Parashurama the axe. And on the right, we have Parashurama chopping off Ganesha's tusk. Wait, with the axe? Yeah. The one that Shiva, Ganesha's father, gave to Parashurama? Yeah. It's messed up. That's family. Yeah. Come on, let's see about opening that door. Oh, but ما راح ينفتح بسهولة. Only one way to find out. Let's see what this does. All right, that slid the piece away from me. It's shadow move too. يفترض اني الظاهر التماثيل هذه يعني اضبطها مع الصوره اتوقع لا كثير كذا والله في يمكن 12 ميكانيزم عشان افتح الباب هذا بس well that's another puzzle to solve اوكي فهمت انا فهمت عندك ثلاث واحد اثنين ايه طب انت عندك صورتين وعندك 12 زي الزر هذا اوكي كيف تساويهم بعض هنا السؤال اللي يعني المفروض ان هذا Nowhere for them to go. Allah, nowhere, Allah. That's not going to do anything. What is that? No.
slide any further. هذا يعني نسوي هذا بعدين نضغط اللي جنبه على طول. I see what's happening. The shadows match the mirror. Right. So let's see if I can line them all up. This actually looks like fun. مع بعض يعني. وهنا اثنين مو هو واحد. I see. Okay. هذا متحرك بالنص. Okay. What next? I should try a different switch. دقيقة بس هي يبغى لها ترى شوية عيال. هي يبغى لها شوية ترى والله. Now what? افترض نسويها زي ايش؟ ما فهمت. انا جالس احركهم كذا وخلاص. فيها شيء. فيها شيء. هلو هذا اوكي تساوى. طيب انا الف الشخص هذا كيف؟ هذا تمام. مفروض انا لخبطت ام اللعبه. انا عارف الظل هي بتقول لي عن الظل. Can you help me? You need to move the pieces so the shadows line up with the shape. انا عارف. Looks like the left side should be Shiva, X, and Parashurama. The right side should be Parashurama, Tusk, and Ganesh. Got it. أنا ما أعرف أشكالهم هنا المشكلة بس. أنا عارف إنه لازم هذه أساويها بالظل اللي هنا. You should figure out which piece goes in the middle, then move the other pieces in the outer ring. All right, I'll give it a shot. طيب هذا الX المفروض يكون الفاس هذا يكون في النص. زي كذا. وهذا المفروض يتحرك. المشكلة تجيب الفاس في النص بعدين تتوهق الثانيات. زي هذا مثلا. ما في الا كذا بعدين تجيبه كذا. هلو بس كيف الحرمة هذه لها يدين ولا الشخص هذا لها يدين صحيح يعني هذا زيناه بس هنا كيف هذه المشكلة هنا والله ترتيب هنا المشكلة لازم نعكس
آخر واحد نجيبه هو الواحد. أتوقع هذا كذا. أيوة. نايس نايس نايس. طيب بس باقي اللي في النص نجيب أول واحد. لا يا نادين يا بعد قلبي، ترى ما هو منك، انا كنت عارف والله، بس جيت سالتك بس كذا، ترى كنت تعطيني الزبد. لا انا عارف انه لازم اسوي الظل كذا والله. ايوه here we go here goes nothing. هذا اللي قمتك that's supposed to happen. يقفل عليك باب ينفتح عليك باب جديد. just don't get us killed. You're no fun. Ready? Okay. Steady. Go. Oh. Careful. Amazing. What a shaver. My thoughts exactly. Oh no, no, it's okay. I think we're gonna be okay. Okay? Where the hell's the tusk? I don't know, none of this makes any sense. Yeah, it does. The Hoysala sent us on a fool's errand. Oh my god. I think you're right. Terrific. No. Hear me out. Ganesh is the symbol of... Halabadu. And Shiva was the symbol of... Belor. Which was the old... The old capital. Exactly. What if the king built this spectacular city, and it was a wonderful target for the Persians? And the old capital was forgotten. So this whole city was a decoy. What if they let it get plundered to protect Belor? And their treasure. I'm willing to bet the tusk was never here at all. Come on, all this for nothing. Oh shit. This is definitely not supposed to happen. It's coming loose. Grab the edge, quick! Oh no! لا 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 ديم، انا ماشي على عماي ديم. Come on, Chloe. Let's do it. Woo! Slippery. Let's get out of here. Get out of here, Chloe. Nadine, do something for the God's sake! Come on! موتين غبيات كذا ورا بعض. عيال في خدعة هنا، والله في خدعة، أقسم بالله في خدعة هنا، ماني شايفها ترى. عاد
بديت الصعب اجي على السهل ما يمديني. بس خلاص. For God's sake. Allah, holy shit, for real. You alright? How the hell are we still alive? Oh. Raw talent, and a little bit of luck. Oh. Hey, nice work, partner. Nice work. Put it there. Jesus, what was that? That was awful. I'm really embarrassed for you right now. Correct me if I'm wrong, but wasn't there a huge waterfall here? There was. What the hell is that? Aqueducts. The water's channeling there from the falls. Amazing. Did we do this just now? والله هم well, انتم اللي سويتهم والله ايه اتوقع كوكي مغرورة صدق look sorry about your dad that's alright توقعت you know you two would have got on like a house on fire he was also a really stubborn dickhead None of this could have possibly gone unnoticed. We should probably get out of here. Good point. Follow me, right? الجزء الرابع كانت فيه دراماتيكية أعلى من كذا. It's not bad for this. يعني. So let's follow the part. Copy that. I'll take. Not bad at all. Eugene. Heading back to the vehicle. خلنا نرجع للموتر ونشوف الوضع كيف الآن. Oh, close one. So they flooded their city to protect their secrets. Do you think the soldiers knew they were being used as decoys? Honesty's not always the best policy. That's true. You need your people behind you 100%. So you think Asal's keeping his men in the dark? Undoubtedly. They're making progress, no? Oh my God. Maybe. Check out this watch. Check the watch. Didn't give it up easily. Yeah, I remember. Are you having doubts? أخلى في قنبلة. Do you? أخلى في قنبلة. I didn't sign up just. الله ما في السلاح اللي أبو طلقة ذا ما يصلح. I hope so. نديم ترام اثنين يعني مدين نسوي الحركة حقتنا. انت الاثنين طيب انا فكرت بالغطة انت تسوي لي الحركة هذه اسويها من زمان انا لاعب سابق انا لي سنين العب انا اعرف الحركة هذه دائما اوكي نو بروبلم شي ونتد تو تيك ذا كريدت خلنا نطلع من هنا شكله رايت سورتد انا والله ما شفته الا بعدين ولا كنت بسوي فيه الحركة حقتي لازم نلقى هنا اتوقع اوه شيت طنقع الماشي ماي جاد من جا ذا والله هذا العالم ويتش بيلدينج نديم ويتش بيلدينج والله الآلي هذا وصف مت خلاص That was a close one
والله مو براحمنا ذا الام ام جي والله مو براحمنا واحد وصفني وصفه مزعج وصفه مزعج في نفس الوقت which building موت غبية مشكلة ما عاد تدري العدو في وجهك انا مت خلاص مؤلمة صدق انا لازم نمشي جهة اللي قدام يعني ولا ايش افيدونا يا اهل العلم عشان نعرف نادين to go to the building which building come on Armor's too thick. طيب كيف؟ حلو. حلو. غرقة. والله العظيم بتموتون مشكلة لما نجي الوسخ ذا والله سبب لي مشكلة Let's go Nadine let's go عكسي عارفها هذه وين النجيم نجيم The hell are you? I feel like I'm in here. Never knew what hit him. I betcha. Let's go. You guys walking up, shift to him. أحلى شيء هذا وش معه من سلاح قوي ذا أبغى أفجر هذا عليه أبغى أفجر هذا
Which door? Which door, Nadine? موتة غبية، موتة غبية. نعتذر لكم. والله طار. نجين اللي مدري وين راح. شكلها والله get out of here. والله لما يمدي ذا بينقتل قتله. Oh no 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 no. You alright? I think so. Oh shit. Finally. Where are we? No idea. But at least we're not in the line of fire. إيه والله مكان هذا. What do you suppose it is? نجيم. Treasure hunt. Well, at least يعني في مكان أهدى من قبل شوي. قبل شوي المكان يا رجل قتلني. توني أنا جاي من هنا. اتوقع في النهايه بيطلع مكان ضيق لازم تدخل منه. انا ماني شايف مكان يعني ماني شايف شيء. تمام مان. طب انت بس جالس كذا ما تسوي شيء. Up here. I think there's a way through. Poor bastards. Don't know. I'd prefer being left to rot in a cell to getting tortured. Duly noted. Skeletons and skeletons everywhere. How do we get out? والله نفس السؤال. Ha! Right you are. بس كيف المشكلة منه؟ المكان فوق بس طالع هنا بوست اب. طيب ممكن بوست اب او شيء يفكر القفل ذا. طيب ما ينفع ما يمدي القفل ذا ما ينفك يعني ولا ايش؟ يا هو يعني القفل ما ينفك كيف؟ طيب اها got it maybe this way. لا والله لم تزبطوا معنا والله لم تزبطوا معنا. من وين لك من وين نادين؟ Come on, here girl. Hint طيب. ما في hint. No hint, no anything. إن توني جاي من هنا. أكيد ما هو من هنا.
نطلع من هنا، لكن وش الطريقة؟ ما أدري. نطلق على شيء معين مثلا. هالطلق ما له دخل، في خدعة في الموضوع، عنا منهم شايفيني بس في خدعة، حرب خدعة، وهذه أكبر خدعة. واو، did you think of that؟ okay nice. hear that؟ I do. صوت شلال. up here there's a breach. توقعت ما مات، والله توقعت ما مات الوسط ذا. أبغى أشوف شكله، والله أبغى أدعس عليه، قهرني. أي سيف. ماي جاد، والله ضربوني في مقتل، والله والله على حين غرة، أقسم بالله حرام. وسخ، خذاها خذاها بارد مبرد، ولا تعب فيها ولا شيء. My man worked for a week and turned up nothing. They probably hired the wrong expert. Perhaps. You know, a Hoysala poet once wrote of a young king who showed mercy and thus ended our ritual. Okay. But the old kings, they understood that progress demands sacrifice. Is that what you tell your men? All right. So, in times of war, these aqueducts, they would run red through the capital. Those who would not fight had to be used to inspire those who would. خذ السلاح. واضحة. يلا يمدينا يمدينا عليه يمدينا عليه. والله وصل. Let's make this quick. How? Give me back my disc. Come get it. An old dodger checks. Proud of yourself? Yeah. Well, yeah. Come on. Need to work on your reflexes. أعلمك الريفلكسس الحين بس لأن أول مرة بس. You see, to rule a people, you must first sow chaos. I will incite my civil war. مثلث. قلت مثلث. والله ضاع مثلث. وصخ. والله وصخ. أوه لا كذا كثير. مذلل قلت مذلل. مدينة. أوه شيت. لايك وات. والله كويس كويس ما اصطدمت بشيء اصلا. On this you mean. Damn! Fraser. Mm. Fraser. You okay? Mm-hmm. Yeah. I think so. Mm. Hey, take it easy. You've been out for almost half an hour. Half an hour? Yeah. Oh, shit.
Shit, the Sarv's got the disc. Just hang on. Oh, we gotta get going. Hey, relax, all right? Think you can manage? Yeah, I've had worse nights, believe me. I won't ask. It's good to have you back. There's two of you now, right? Yeah. Okay. Let's go and get our disc. And some guns. And some guns. مجردين عزل. Can I just say, you were not joking about Asav. I mean, wow, he looks so unassuming, right? That's exactly what he wants. Pretty sure his glasses are an affectation to make him look harmless or smart. Both. But he is smart. Was a doctor before he took up his course. So he left behind a lucrative career. I'm sure at one point he thought it was the right thing to do. Hey, you sure you're good to go? As good as I'll ever be. Just need to take it easy for a bit. Up here. Go slow. والله تمنيت لو انهم لو اني قدرت اسوي شيء لحساب بس المخرج اكيد ما يبغاني اقتل الحين. بياخذ جزاته اتوقع بس مو بالحين. يعني شوي كذا خلنا نشوف. طيب. الان we need a way to get out of here. توقعت ان الشابتر خلص بس انه ما خلص. The gate. Chapter is still on. Let's get that thing open. Yeah. If it was easy. اتوقع ان جين من الجهه الثانيه برضو ولا اتوقع ان بحاله بس actually that's a holy cow that's Mandy Shiva's gatekeeper that's got to be the entrance to the old capital it had to be triggered by the aqueducts yep shit Asal's already heading inside okay well better get down there come on no What do you mean, no? Sam Drake. No. He's a goddamn expert. It's Sam Drake. Yeah. Samuel, no. You know what? This is a good thing. I can kill two birds with one stone. Nadine. What? What? Sam's kind of the reason why we're here in the first place. Oh, you better be joking. This was my deal. Sam went ahead to do recon for me on the disc, but then he went missing and I couldn't leave him for dead. You knew my history with Sam and then you dragged me into this anyway? Your history with the Sarv made you the obvious... Oh. Don't hold back or anything. Oh, I did. You know what, Nadine? It doesn't change anything. You'll still get your share. Yeah? Or maybe you and Sam will cut me out as soon as you get the tusk. Come on, man, that's not how I operate. That's exactly how your type operates. And to think I trusted you. Listen, I was going to tell you about Sam. I swear I was just waiting for the right time to... Nah. It's fine. I could use the exercise. Nah. لحظة هي ما لها داعي ترى هي ما قالت المفروض تصرح من البداية الهيستوري واز نوت جود ات اول اوكي شابتر 6 ذا جيت كيبر اتوقع ان الهولي كاو اكيبا سو ليتس جيت ستارتد